حصل؟ انا اقول لحضرتك، القبطان اللي مرمي هناك ده ضربني بالخطاف بتاعه في دماغي زو وفي قلب نافوخي، خطاف القرصنة. نعم، خطاف القرصنة؟ ازاي يعني؟ عارف باباي؟ نعم باباي، اللي هو باباي رجل البحار، باباي عاد بعد طول انتظار، باباي بتاع زيتونة وبلوط الجبار. ها؟ وبلوط المكار، بس مش دي قصتنا. هو ده حضرتك من العصابة دي وشدني زو بالخطاف في دماغي. بقول لك ايه، حالته حرجة جدا، تديله مضاد الهلوسة هينام، واول ما يفوق تبلغيني. حضرتك ماشي؟ يلا. ازيك يا باشا؟ ازيك يا باشا؟ ايه؟ انت فاكر نفسك في الاستاد يا ابني؟ ما تحترم نفسك يا باشا. بعد اذنك يا باشا، انتوا قبضتوا يا باشا على اتنين بقى ظلم يا باشا. مين بقى الاتنين اللي احنا قبضنا عليهم ظلم؟ بتوع الدعاره ولا بتوع الخناقه؟ بتوع الدعاره يا باشا. ايه ده؟ يا عم الخراب، بتوع الدعاره. انت عبيط يا ابني. ايه؟ اسكت. وبتوع الدعاره دول بقى انتوا اللي مشغلينهم؟ شفت؟ احنا لا، مش قصده على بتوع الدعاره يا باشا، احنا ما نعرفش دعاره، احنا قصدنا يا باشا على اتنين بقى يا باشا اخواتنا. مين يا ابني فيهم اللي اخواتكم، بتوع الدعاره ولا بتوع الخناقه؟ بتوع الخناقه يا باشا، دول اخواتنا. وبتوع الدعاره دول زي اخواتنا. بس يا ابني دعاره ايه؟ طب بتوع الخناقه دول اساميهم ايه؟ يمنى ويسرى. وقف عندي الواد ده، هو يا مين؟ هات لي البيتين بتوع الخناقه. طب وبتوع الدعاره؟ بس يا ابني بقولك لك بس. سلامتك يا معلم جزمة. سلامتك انت عاد يا شنيفة. السيد انت طلعت شنيفة رجولة الرجولة في المعركة، كنت ايه في الارض وكل الجزم في بقك وما قلتش اي. كلنا فداك يا معلم جزمة. انت بتعمل ايه يا ابني؟ يا ابني انت بتعمل ايه؟ بجيب صوت العرب. يا ابني صوت العرب ايه؟ ده جهاز القلب. يعني ما فيهوش نجوم اف ام. انت قعدت له كام حقنه بنج؟ والله يا دكتور 10 حقن، وبرده ما فيش فايده. 10 حقن؟ ايه ده؟ هو مش حضرتك الواد شيكو بتاع الحرب العالميه الثالثه؟ شيكو ايه يا ابني؟ انا الدكتور. دكتور ايه؟ اصل انتوا الاثنين نفس الفلطحه. بقول لك ايه؟ شكله كده مش هينفع مع الحقن، احنا لازم نكهربه عشان يهمد. نكهربه صح. تكهرب مين انت يا عم انت؟ انت عارف انت بتتكلم مع مين؟ ده معلم جزمه. قلتوا ايه؟ هنعمل محضر الصلح ولا نمشي المحضر؟ لا، المسامح كريم واحنا مسامحين وحسبي الله ونعم الوكيل. يعني يا فندم ممكن نمشي احنا خلاص عشان ايه؟ يا بنت ما تعيطيش، خليكي زي يومنا جامده، ما تخلينيش ادغدغ الاسم ده واكسره بقى. بكتيريا، انا مصدومه. ما تتصدميش، احنا ممكن ندغدغ الاسم على اللي فيه. اتفضلوا امضوا على المحضر بره. يلا خير. يلا بكتيريا. استنى يا حبيبي انت وهو، استنى اعمل فتك. انتوا بقى مش عايزين تدغدغوا الاسم وتكسروه؟ ده كلام يا باشا، ده انا بقول كده قدام البنات عشان يحبونا بس، عشان نبقى جاحدين ومعاهم. لا يا حبيبي، انتوا بقى الاثنين هتفضلوا معانا النهارده. يلا يا حاج لف. بقول لك ايه يا جميل، هي الحقنه دي عضل ولا وريد؟ لا عضل. طب ما تتعبيش نفسك، مش هتلاقي هناك اي عضل. ده كله للعضل. سيبها يا كابيتانو، سيبها تكتشف بنفسها ايه العضل فين. لا، بس مرة كنت في مدغشقر وهناك كنت قاعد على النيل. ايه دي نيل؟ هي مدغشقر فيها نيل؟ قفشت عضلي. صباح الفل يا جدعان. طب يا جدعان صباح الفل. طب مش هنقعد؟ هتفضلوا واقفين؟ هتقضوا فترة حبسكم واقفين؟ نقعد شوية ولا ايه؟ طب يا جماعة انا طالع العشاء، ممكن حد يدوس على الزرار بس؟ مش تقصر السير ولا في ايه؟ في حد بيزغزغني. ايه بتقول كده ليه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طب يا جماعة انا معاك، انا معاك. طب ايه؟ طب كنا جبنا بتوع الدعارة. طيب
مدوره فيهم الضرب. وما جالكوش الجماعه بتوع امسك متحرش؟ ابدا والنبي يا ام. ولا الجماعه بتتحرش بالمتحرش؟ لا خالص، الناس بقى بتتخانق معانا وتحوش عنهم. والنسوان يا اختي عماله تقول لنا حرام عليكم، العيله عملت لكم ايه؟ ده اتحرشوا بيكم بس. لا وكمان كان في ناس واقفه بتصور عشان ترفع على يوتيوب. يا ولاد الصيعه، ها وبعدين؟ بنتك يا اختي فضحتنا ولمت علينا الناس. ما حاشهمش عني غير الحكومه. طحنتهم. طب بصوا بقى، المره الجايه اللي يتحرش بيكم اتحرشوا بيه. حاضر يا ام. انا مخبيه عليكم مفاجاه. ايه؟ عريس يا بنات. اخ يا هاني، عمال ادور على السكر والشاي، مفيش لا سكر ولا شاي، حتى الميه مفيش في القله. لا حول الله يا رب، لا جبن ولا رومي ولا اي حاجه موجوده عندي. مش معقول ابدا انا هفضل عايش في الزريبه دي لامتى؟ هفضل عايش في الزريبه دي لامتى؟ البيت ده محتاجني داية، محتاجني داية. وبعدين يا حورس، احنا لو اتقفشنا ادب مش هيخرجونا كده. احمد ربنا ان هم خرجونا اصلا. يا نهار اسود، احنا نسينا الواد كونو. باخد بطاري نبقى نروح لكونو. ايه ده؟ خد هنا. مين ده يا ابني؟ وانت مين انت؟ اخلص! ده سياده الشيف شربيني. تمام يا فندم. ده جاي في ايه ده؟ مخدرات. مخدرات يا كلب. مخدرات؟ مخدرات يا جزمه قديمه. مخدرات؟ عندك 120 سنه وبتشرب مخدرات؟ خلاص يا باشا، قوامه قوامه. على الحجز يلا. حلوه دي يا حورة. بص بقى دي. حرامي حرامي حرامي. ربنا يستر يا رب. مش فاهمين ده. ايه ده؟ الحق. ايه ده؟ مين اللي عمل فيك كده خير يا جزمه؟ ده انت شكلك اترققت علقه حلوه. طب ويا ده انت في ايه؟ خيري؟ لا لا اسود في ايه؟ مش عارف. يلي وي اسود. ايه يا كابتن في ايه؟ العين عليه يا حارس. ده انت عينك اتدشملت خالص. ما انا نزلت اللي سيبني هنا. في ايه يا عم حماده مالك؟ مفيش. الحمد لله على كل شيء. يا دراع يا ناس. سواء انا هروح اغير له على الخطاف واجي. الله. حسبي الله ونعم الوكيل. في ايه في المستشفى؟ هو في عفريت جوه ولا في وحش ولا في ايه؟ معقوله كونو ضرب كل الناس دي؟ كونو؟ ما حدش بيقدر يضرب حد غيري عشان انا الجامد، ولو هو ضرب حد يبقى تعادى مني. ايوه صح، تعادى. اوعى. تعالى. وكر وكر اخويا حمد حمد ابني خي يا جزمة يا جزمة افروديت افروديت انقذيني يا افروديت انقذيني يا افروديت القبضتين المدمرتين. اهدى اهدى. بكره اخويا فين؟ الدكتور كتب له هو وكل اللي جم معاك على خروج بس ما عدا انت. ليه؟ هو انا هموت يا سيس؟ الجرح اللي في راسك مش صغير، ده واخد كيسين قطن بحالهم. كيسين قطن؟ وانتوا هتنجدونا يا جدعان؟ طب ما تسيبنيش اقعد لوحدي يا سيس. لا انت هتوجع لي دماغي. نام. لا يا سيس يا سيس. نام بقى. سيس 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 يا كونو. كونو بالراحه يا ابنها. وحشتني يا اخويا قوي. بالراحه يا ابنها، المرض مس جسمي. بالراحه. راسي. مالك يالا؟ في عامل عيان ليه؟ معلش عندي برد يعني. انت هتستقبل يالا؟ فوق واجمل. فوق سايبني كل ده لوحدي وعمال اقاوم في ايه ده؟ ايه اللبس الاهطل اللي انتوا لابسينه ده؟ يا حمار ده انضف لبس. الموضه السنه دي مقطع يالا. الموضه مقطع؟ ايوه والله العظيم اقسم. اقطع لك وشك. اقطع لك وشك. اسخن ياد فوق. مالكش دعوة أنت بيا، بدل ما أديك ألم بكل المرض اللي في جسمي ده. أنا هتاكل. أكل أكل أكل. عايز أكل. طلع بروست اللي جواك. ياه عنديش الحلو ده. ياه عنديش بروست. الله أكله. طيب هو هتأكله ده عيان مستقبل. هو ياكل بالهنا والشفا يا حبيبي. أكلني معاك. ما ينفعش أنت تأكل، أنت عيان. ما تعملش دكتور. بس ما ينفعش، بقول لك عيان. حاضر. هو جعان جعان. ما ينفعش تاكل وانت جعان. انت مريض يا جعان. جعان خيار حلو. جعان جعان. انت كل جعان. اكلوني يا ولاد الجزمه. حرام عليك يا جزمه والنبي كفايه. رجلي
والمت ده انا هورمها لك لحد ما تبقى مقاس 88. بس انا كده مش هلاقي جزمه البسها. انت من امتى بتلاقي مقاسك؟ حرام عليك والنبي. طب بص انت بقالك ساعتين بتضرب فيا، خد بس 5 دقايق راح. انت راجل صاحب مرض. عايزك مش ضعفية، مالكش ضعفية بمرضي. بص يا ماها مفيش كوافير من غير يا ماها. اعملي حسابك رجلي على رجلك يا ماها، والكوافير ده هيتقلب رجالي وحريمي يا ماها. لا بقى لا، وعلى جثتي كله الا كوافير. انت بتعلي صوت الجعورة عليا يا ماها. معلش. طيب انا هورنشك بورنش الالتهابات. بص ورنشني ولا قطعني ولا اعمل اللي انت عايزه، كله الا الكوافير بتاعي. الجزاء من جلد العمل. خلص الكلام ومات واندفن دفينا. حرام عليك يا كابيتانو بقى، فكني. وبعدين ايه دي؟ هو مش عينك التانية هي اللي كانت عوري؟ ايه انا؟ ما لما دي انصابت نزلت الاستيبل. طب فكني بقى، هو انت قافش حرامي؟ انا اتضرب بسبب عيل زيك. ما هو انت اللي هفى. ما النهارده التعامل ميري. لا بقول لك ايه يا كابيتانو، خد نفسك كده وابلع ريقك. امال ايه؟ لحسن اقول للحاره على المستخبي. مستخبي ايه يالا؟ يعني اقول لهم ان انت كنت. خلاص يا حماده حبيبي يلا. على فكره انا مسامحك بس من ورا قلبي. يلا انصرف. انصرف؟ هو انت بتصرف عفريت؟ طب فكني كابيتانو، فكني والنبي فكني، حرام عليك ايدي وجعتني. ماشي يا عور.